بس المكان يستاهل كل التعب ده. يعني مرة مرة جميل. هادي مليحة. أهلا وسهلا. كيف حالك مليحة؟ الحمد لله بخير. مليحة جمانة إثار. أهلا وسهلا. كمية الألوان الموجودة هنا تخليني أبغى أصير فنانة الحين. يلا. جد يعني ودنا نطلع كل طاقتنا السلبية اليوم عشان كذا متحمسين ودنا نعرف أكثر عنها. وأنا متحمسة أكثر. تفضل معي. أنا جاهز. إيش فكرة المكان هذا؟ مساحة فنون مشتركة للفنانين يلتقون فيها يمارسون الفنون مع بعض. محترفين هواة كلهم يعني. احنا جينا عشان نصير فنانين، ايش مجهزات لنا اليوم؟ بفجر. تجربتنا اليوم هو تجمع الرسم الحي المباشر اللايف، يعني نجيب موديل ترسمونه بشكل مباشر. أوه. بالالوان زيتيه. موديل حقيقيه؟ موديل حقيقيه. والله موديل حقيقيه. نرسمها هي زي ما هي. ايوه. انترستنج. جربتي ترسمها قبل؟ انا عندي تجارب. انا ورده. لا بترسمين اليوم درب عليها من وقت الابتدائي. لا بترسمين اليوم بورتريه. لا ارسميها فوق الموديل كذا. ايوه لازم لازم تحطين الورده. السياح اللي من خارج الرياض لما يجوا هنا ايش بتسووا لهم، ايش بتقدموا لهم؟ هي فرصه يلتقون بالفنانين الشباب لما يجون عندنا، يعيشون تجربه فنيه وبرضو يقدرون يقتنون اعمال الفنانين المعروضه عندنا بالمكان. ايش طبيعه الفن، ايش انواع الفن اللي قاعدين احنا نقدم لكل انواع الفنون، فن تشكيلي، نحت، السكتشات والرسم الديجيتال. في سر عرفناه عن انس انه يعزف موسيقى. عندنا موسيقى برضه. برضه في موسيقى؟ برضه في موسيقى. يا بس زي عزف الموسيقى راح أعزف على الألوان. إن شاء الله. يلا نبدأ. يلا. بسم الله. طيب أنا دحين جلست. وجاهز للتجربة، إيش باقي؟ للتنافس. إيش أول شيء نسويه؟ لا لا. ننتظر الموديل تجي عشان نبدأ الرسم. أهلاً. اهلا وسهلا. نعتذر مقدما عن اللي بصير بس يعني أيوة. بنحاول نحاول نطلع الاسم. الله يستر منا. انا اتوقع شو اسمه؟ انا قاعد اخلص بعض اللمسات. اللمسات والمشكله كل ما ازيد لمسه بتخرب زياده. بدات اسوي الرسمه لعل وعسى اقدر حاكي الموديل اللي كانت قدامي، بس انا الظاهر ما حكيت الموديل، حكيت كنبه موجوده في المكان ولا كرسي. رسم شيء شوي مرعب لدرجه اني انا نفسي خفت. انا رسم عفريته. بس عادي يعني مبسوط اني جربت وشغلت حواسي. لاحظت هذا الشيء. بس الأمبري اللي سويته فنان. يا شكراً. ماني عارف ثاني أمبري بس شكراً. إيش فضى الرقبة؟ لسه ما سويت الرقبة. هذه نقاط. ما أدري إيش قاعد أسوي. لسه ما بديت. أنت إيش قاعد تسوي؟ أنا لسه في مرحلة الظن. رسمة أنس لما انترك لحالة يعني طلع عن إطار الإضاءة وبعد بعيد عن المود اللي كانت موجودة. في الأخ الجميل ده قاعدين حتوريني تقدر تلف عليه كذا. أوه نايس. طب وريهم أنت إيش قاعد تسوي. أنس تفضلوا. الحمد لله في الوقت المناسب. هلا هلا الحمد لله سمعتي. الحمد لله مليحة نادي أخذها معانا. أنا جاي بجيب لك الرسمة مليحة كمان. هل هي تشبه الموديل ولا لا؟ أخذها معانا. هل أشيل لوحتك؟ أيوة يا ليت. يا وارميها لا ترجعيها. يا ساتر.